يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء. سادتي طبتم وطابت الأرض التي فيها، دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العلي العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين. من أجل قبول الأعمال أعطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تخليد العظماء من الظواهر الاجتماعية، يعني المجتمع يخلد عظماء، المجتمع يخلد الرجال الذين يبذلون تضحيات من أجل قيام المجتمع، من أجل رقي المجتمع، من أجل النهوض بالمجتمع. هؤلاء الرجال شهادتهم وحقهم على المجتمع أن يخلدهم، أن يذكرهم. ولذلك شوفوا المجتمعات، أغلب المجتمعات تسمي مدن بأسماء الطاقات والكفاءات اللي خدمت المجتمع. في بعض الأحيان يسمون مستشفيات بأسماء الطاقات والعظماء الذين خدموا المجتمع. في بعض الأحيان يسمون شوارع، يسمون قوانين، القوانين يسمونها باسم مكتشفيها، قانون نيوتن، إسحاق نيوتن البريطاني، قاعدة باسكال الفرنسي. كثير من الشخصيات يسمونهم بتسميات نسبة إلى الاكتشافات. حتى بعض الشركات اللي هي شركات سيارات، هذا إيميل النمساوي رجل أعمال ودبلوماسي، عنده بنت، هاي البنت عزيزة على قلبه وأراد أن يخلدها. شلون خلدها؟ واحدة من السيارات صنعها وسماها باسم بنته. بنته شو اسمها؟ مرسيدس. المرسيدس الآن السيارة العالمية أصبحت إلى اليوم تحمل، من عام 1901 إلى اليوم تحمل اسم بنت إيميل النمساوي، وكثير من هذه النماذج. فظاهرة تخليد العظماء ظاهرة طبيعية، ظاهرة فطرية. عظماء يصبحون يدينون إلى المجتمع بالمجهود اللي بذلوه. ولذلك تشوف حتى الحيوانات أجلكم الله اللي ساهمت في تغيير الوضع الاجتماعي، المجتمع يذكرها. في ولاية اسمها ولاية انتربرايس، تابعة لمدينة تابعة لولاية الألاباما الأمريكية، هذه مشهورة بمن؟ مشهورة بزراعة القطن. يعني المدخولات الأسرية الاقتصادية مالياتهم كلها عائدة على زراعة القطن، متوقفة على محصول القطن. هذا القطن أصابته آفة، حشرة، وهي الحشرة أفسدت الزرع. دولة، ولاية فيها مدينة،
قائم محصولها الاقتصادي على هذا القطن. شي طلعت راحت شردت، شي غيرت موقعها، شي شالت الغير مدينة، ضجت الناس، دهورت الناس. الوضع الاقتصادي يعتبر العمود الفقري للحياة. عندما ينتكس الوضع الاقتصادي في أي مدينة، في أي أسرة، في أي مجتمع، يصاب المجتمع بمشكلة. فقالوا إحنا هاي الحشرة ليش ما نقضى عليها؟ أقدروا يقضون عليها. قالوا أحكوا طريقة واحدة للقضاء عليها، لازم نبدل المحصول. هسه هي خنفساء القطن يسمونها، هسه هاي الخنفساء على القطن، قالوا ليش نبدل القطن؟ ليش إحنا ضالين على القطن؟ قاموا يزرعون الفول. والعجيب أنه من زراعة الفول، شاهد الحديث، من زراعة الفول أصبحت المردودات الاقتصادية بالضعف، يعني ضعف المردودات الاقتصادية مال القطن. فازدهرت الحياة. وين كنا مختفين عن هذا الوضع؟ وين كنا عن هذا المحصول؟ هذا المحصول هسه يلا لقيناه، ومن البداية ليش ما التفتنا له؟ أصبحت المدينة المشهورة عالميا في تصدير الفول. ازدهرت الحياة الاقتصادية، ازدهرت الأسر، رجعت اللي كان طالع رجع، قاموا يزرعون. ادخل بالنت على نصب الخنفساء، شوفوا شلون يعني سووا في وسط المدينة نصب إلى خنفساء، سويناها مسودة وخلينها فوق مرة ومخلين خنفساء حتى يخلدونها، لأنه كان لها دور في تغيير الوضع الاجتماعي. التفت لي. فإذا التخليد، تخليد الطاقات وتخليد الكفاءات ظاهرة اجتماعية. تروا هذول اللي كانوا يعبدون هبل واللات والعزة، يعبدون الأصنام، من تحاجيهم يقول لك احنا ما نعبدهم، احنا نتقرب بهم إلى الله، احنا نقدسهم. هاي عملية التقديس عملية طبيعية، أريد نحن هم ما نعبدهم. حتى الله سبحانه وتعالى ينقل هذا المعنى في القرآن: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله، ليقربونا إلى الله زلفى. احنا نعبدهم ما نعبدهم، احنا لا واسطة متخذينهم. وهذا المعنى نفسي تلا عبدت البقر، شبابنا، شيبتنا، أعزائنا، هذا نفسي تلمعنا إلى عبدة البقرة. من تقول ليش تعبد البقرة؟ يقول لك أنا أقدسها، أنا ما أعبدها، أنا أقدسها البقرة. إيش تقدسها؟ شلون؟ وليه تطي الحليب وتطي الوقود وتطي هذا الدف وتطي الملبس وتطي المأكل وتطي المشرب؟ هذا الحليب بكذا نوع، مشتقات الزبدة واللبن والجبن والكذا والكذا. روح لك الوزير ما بي منتجات بقرة، منتجات بقرة ما يعطي. هذا المخلوق العظيم الإدرار ماله، يسمونها أم الحضارة عبدة البقر، يقولون أم الوفرة، أم الخير، أم العطاء، نقدسها إحنا. وهذا التقديس أمر طبيعي، تقديس أمر طبيعي في المجتمعات، كل المجتمعات قائمة عليه. القرآن الكريم استخدم هاي الظاهرة. القرآن الكريم مجد بالعظماء، القرآن الكريم مجد بالصلحاء، رسم آيات وصور للعظماء ولقصص العظماء. سمات، شوف انت لما تروح للقرآن تلقى آيات سموها باسم هود وصالح وإبراهيم، وهي العظماء اللي ضحت من أجل المجتمع. شوف القرآن الكريم يمجد العظماء ويذكر صفات العظماء: إبراهيم كان صديقا نبيا، إسماعيل كان صادق الوعد، موسى كان مخلصا. كثير من الشخصيات يذكرها القرآن الكريم، إذا بالك وياي يذكرها، يمجدها، يذكر الابتلاءات اللي مرت بها، يذكر المشاكل اللي مرت بها، المعوقات، حتى تستفيد من عدها الإنسانية. تشوف القرآن الكريم يخلد العظماء، يخلد حتى القضايا. شوف حتى ليش العظماء، أكو واحد عظيم بالطاغوتية، طاغوت، يذكر القرآن الكريم حتى يعرف الإنسان مستوى نقاط الضعف ونقاط القوة لهذا الطاغوت، كيف يستفيد من عنده، كيف يواجهه.
ذكر القرآن الكريم آثار بعض الصلحاء، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الصفا والمروة كذا شعائر. أي المسائل لما يذكرها القرآن الكريم ما يذكرها اعتباط، حتى يشد الأجيال إلها، حتى يشد الناس إلها، حتى يشد المجتمع إلها، حتى المجتمع يقرؤون هؤلاء الأبطال، يستفيدون من عندهم الدروس، القرآن يخلدهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فتية، أهل الكهف مجموعة من الأبطال واجهوا المجتمع وطاغوتية المجتمع، وهذول الأبطال راحوا للكهف، لبدوا بهالكهف لحقوهم ما حصلوهم، ورا 300 سنة عثروا عليهم، عثروا على المجتمع، المجتمع متبدل متغير، عرفوا بأنفسهم للمجتمع الجديد ورا 300 سنة، المجتمع بعدين عثر عليهم لقاهم هم غائبين مفقودين ميتين، قال لنتخذن عليهم مسجدا إكراما لهم، لأن هذول إلهيين، هذول أولياء، هاي الشخصيات عملاقة. والقرآن هنا يقرر أنه العظماء يمكن أن نتخذ عليهم مقام، يمكن أن نتخذ عليهم، نجعل لهم أثر في الحياة، يقرر هاي الحالة القرآن الكريم بهاي الآية، يوعز إلى أن المسلمين كون يخلدون العظماء، كون يخلدون الطاقات، شهداء المجتمع اللي ما يخلد عظماء ما يخلد شهداء، مجتمع فاشل، مجتمع ركيك، مجتمع ضعيف، يبني له نصب شهداء، يبني تذكار للشهداء. هو ما باني لك تذكار للشهداء بتشولة بالبراري، نصب شهداء للواوية للذئاب، يبعد عن العمارة كذا كيلو، 70 مدريش قد. لتجي الدولة مثلا تعيد الفكرة في هذا النصب، تنقذ هذا الصرح، أدري هو هذا المكان نازل بي نبي، نازل بي وصي، مليارات الأموال في الصحراء ملقية، ولا شنو؟ هناك كانوا شهداء، هناك كانوا مجاهدين، المجاهدين هي كانت بس بذيك المكان، ماكو في المدينة، ماكو في الأهوار، ماكو في هذا المكان، في ذاك المكان. يصير قريب على الناس حتى تستفيد من عند الناس، حتى تقرأ حياة الشهيد، حتى تقرأ حياة صاحب الطاقة وصاحب الكفاءة، حتى تستفيد من عنده. إذن تخليد العظماء ظاهرة، ظاهرة اجتماعية وظاهرة قرآنية. في معوقات لأصحاب الطاقات، أكو معوقات، يعني المجتمع بأمراض، المجتمع بمشاكل، المجتمع شوف أكو بشر يرمش، أكو بشر يأكل ويشرب، أكو في مشاكل، في قضايا بالمجتمع ما تعرفها، لما نشوف لطاقة أحسن من عنده يصيبه مرض، يحاول أن يزيحها بأي شكل من الأشكال، وهذا نوع من الحسد، حسد تمني زوال نعمة الغير، حسد، حسد أن يتمنى تزيل النعمة من واحد، واحد يشعد رادود مشهور، شون هذا مشهور؟ لازم بأي طريقة من الطرق يشوه، لأن مريض. في قائد زين، في قائد مزين، في إنسان زين، في إنسان مزين. الرجال والناس الدونية ما يعجبها الطاقات الكبيرة، المرضى ما يعجبه يشوف طاقة ناصعة البياض قدامه أبداً، ما يعجبه، لازم يزيلها. ويعتبر آفة الحسد من الآفات والأمراض التي تعيق الكفاءات والطاقات، وتمنع الطاقات والكفاءات أن تأخذ دورها في المجتمع، وهي من المشاكل، هي من المعوقات، من المشاكل اللي أربكت علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأهل البيت، الحسد، حسد من المشاكل التي فتكت بأهل البيت، فتكت بالرسالة.
أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول العرب حسدت محمد، ولما حسدت محمد من اليوم الأول قررت أن يقصون أهل البيت. إقصاء أهل البيت كان بسبب الحسد، والحسد يأتي من الحقد ويأتي من الغضب، يأتي من النقص، هي أمراض نفسية بالمجتمع. طبعا الحسد يطلق على العين، العين واحد مصاب بعين كذا يطلق على العين في بعض الأحيان، ولكن بعض الأحيان يختص الوحدة هذا المعنى، حسد تمني زوال نعمة، ولكن العين لا، العين عندي وعندك، العين طاقة سلبية. يقول عنها الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول العين حق، العين حق، يعني مرات تنوجد عندي وعندك، العين حق ولست تأمنها على نفسك ولا منك على غيرك، يعني ما تأمنها. واحد عنده ولد يشوف الابن قدامه حلو مرتب، أبوه يحزده يصيبه عين. العين طاقة سلبية، وهاي العين آفة اجتماعية فتكت بالمجتمع، أنا ما أريد أروح لها. ولذلك ورد عن أهل البيت التحرز من العين بالمعوذتين، بفاتحة الكتاب، بآية الكرسي، بقل هو الله أحد. أي ضروري الإنسان يقول هنا إذا طلع، يقول هنا إذا دخل للبيت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على محمد، وذكر ذكر حتى يتقي العيون. الناس تشوفها أنت شبيههم كهرباء، الناس كل واحد وداخله طنطل، كل واحد وبداخله فرد شيء، مرض عجيب. الإنسان ما معصومين إحنا، ولذلك واجب عليك أن تتحرز من المجتمع، من عين المجتمع. إذا واحد لابس له ملبس جديد كون يحوط نفسه، إذا واحد عنده ثوب جديد، سيارة جديدة، ولد جديد، ترتيب جديد، بيت جديد، مشية جديدة، وحياتك حتى على الحذاء الناس تحسد، لابس لك حذاء جديد هم كون ترتب حالك ودير بالك، كسرة تجيك تنكسر من عينه. هذا ما أمنع الظروف الطبيعية للمجتمع، لا لا ما أمنعها، ولكن هذه حقيقة موجودة في المجتمع. إذن الحسد سبب إقصاء الكفاءات، إقصاء الطاقات، وهي مشكلة من المشاكل الكبيرة. من المعوقات الأخرى الجهل، الجهل، الجهل آفة كبيرة، الجهل آفة عظيمة. يا ما مشكلة أمير المؤمنين، يا ما مشكلة الطاقات، عندما يعيش الإنسان الطاقة، الإنسان العملاق، الإنسان صاحب الكفاءة في مجتمع ما يعرف قدره، يضطر هذا الفرد إلى أن يهاجر. ولذلك المجتمعات الجاهلة تعتبر شنو؟ طاردة للأدمغة، طاردة للعقول. العقول تهاجر المجتمعات الجاهلة، العقول تمكث في المجتمعات اللي تحتضنها. المجتمعات إذا كانت واعية تحتضن الطاقات، المجتمعات إذا كانت تتميز بالوعي وتمييز الطاقات واحتضان الطاقات ومعرفة الطاقات، هذه مجتمعات واعية تسود فيها الطاقات. لكن إذا هو جاهل، إذا المجتمع جاهل، في صفين الجهل أربك علي بن أبي طالب، الجهل أربك القائد في صفين أمير المؤمنين سلام الله عليه. عند التحكيم في صفين قال لهم ودوا مالك، قالوا لا لا إلا أبو موسى، يبا أبو موسى حمار، قالوا لا ما يصير إلا أبو موسى، خلص وانتهت. على إيد أبو موسى انتهت الانتصارات، على إيد الأشعر انتهت الانتصارات، وانتهت الجهود اللي بذلها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. المجتمع الجاهل لا يخلد عظماء، المجتمع الجاهل لا يخلد طاقاته وكفاءاته، المجتمعات الواعية هي التي تخلد طاقاتها وكفاءاتها. شوف الإنسان حتى الطفل إذا كان واعي ويشيل صورة لمن ضحى من أجل المجتمع، يحب الإنسان الطاقة، يحب الإنسان العالم، يحب الإنسان الفقيه، يحب الإنسان المصلح، يحب الإنسان شخصية اللي يضحي من أجل المجتمع. حتى الأطفال مسألة هي فطرية،
لكن إذا ساد الجهل انقلبت الواقع، انقلبت، تغيرت الحقائق. أيام رسول الله صلى الله عليه وآله غذى المجتمع بالمعرفة، غذى العقول، وسم بعض الشخصيات، هذا غسيل الملائكة، هذا ذو الشهادتين، بلك وياي، هذا ذو الشهادتين، هذا الصادق المصدق، أبو ذر، سلمان منا المحمدي، عمار منا أهل البيت، ملئ عمار إيمان إلى هامته. شوفوا يوسم، بالك وياي، يوسم بعض الجماعات حتى يجعلهم شواخص في المجتمع، حتى هذول طاقات موجودة، حتى المجتمع من يشوفهم وين يروحون هو وياهم، وين يروحون، وين يمشون، يلتفون حول من؟ وإحنا نلتف حوله، لأنهم واعين، شخصيات موسمة من قبل رسول الله. وسم أهل البيت، علي بن أبي طالب بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لأعطين الراية غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي نفس رسول الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي يتصدق راكع، علي أخ رسول الله، الوحيد اللي أخاه الرسول، علي حامل لواء الناصر، ما في معركة قادها علي بن أبي طالب إلا وانتصر حامل لواء رسول الله صلى الله عليه وآله. علي في الخندق برز الإيمان كله إلى الشرك كله، ليش؟ لأنه كانت معركة الخندق إما أن نكون أو لا نكون، لو إحنا لو هم، لو ينقض علينا لو، لكن النصر من اللي أحرزه؟ من اللي رد الهجمة؟ من اللي حقق الانتصار؟ من اللي غلب عمرو بن ود العامري؟ من اللي غلبه؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذه المذكرات موجودة في أذهان الأمة، فالأمة كانت تعرف علي بن أبي طالب. أمير المؤمنين إذا يمشي بالشارع، إذا يمشي بالأزقة، الصحابي يقول هذا علي، هذا الولي، هذا هارون محمد وآل محمد، هذا حامل الراية، هذا القائد، هذا البطل. الناس الصحابة كلها تعرف علي بن أبي طالب. واحد من الصحابة إذا يريد يعلم الناس، يعلم أبنائه، يحمل ابنه على كتفه يقول له ولدي هذا علي بن أبي طالب، بغضه كفر وحبه إيمان، دير بالك ترى السالفة خطرة، دير بالك لا تبغض فد يوم من الأيام. صحابة، مجتمع رسول الله، يعرفون قيمة علي بن أبي طالب، يعرفون وضع علي بن أبي طالب، وبعد ويعرفون صحابة علي بن أبي طالب، أصحاب الأوسمة، أصحاب الشهادات، أصحاب الطاقات، أبو ذر الغفاري، أبو ذر الغفاري نفو إلى الربذة، قبل لا ينفون إلى الربذة كان نافين للشام، معاوية نفا إلى المدينة، ابتليت بي، قال له هذا الرجل من المدينة نفو للربذة، ودوا للربذة، لكن ما فد يوم من الأيام، شوف الوعي، شوف من الشام إلى المدينة إلى الربذة، وهو يجاهد جهاد الكلمة، هو شان حملة على الظالمين بالكلمة بالحكاية، يحكي ما يسكت، يقول إن فلان يخضم مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، يتكلم بكلام أمير المؤمنين، يكنز الذهب والفضة والمسلمين ميتين جوع والفقراء يأنون من الجوع. طلع الوحدة سفروه لمن؟ إلى الربذة، صحراء قاحلة لا فيها عشب ولا ماء، ما فيها شيء، ما في لحظة قال جاء أنت يا علي بن أبي طالب أنا عايفني الوحدي أحكي، شو ودوني للشام وما حكيت، ودوا رجعوني للولاية وما حكيت، للمدينة النوب طلعوني المدينة أدري، غير تقول لي عافية، تقول لي سددني، ليش أنا بس أنا أحكي؟ لا 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 أبدا، ليش ما اعترض؟ ليش ما اعترض على القائد؟ لأنه واعي، لأن يحمل صفة الوعي،
خرج أمير المؤمنين يقول له يا أبا ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا أبا ذر تموت وحيدا تعيش وحيدا وتبعث وحيدا، أنت بطل أنت أمة. وراح إلى الربذة، مات أبو ذر وعنده ظلت بيت وحدة، هم أم زوجته ماتت وابنه مات، ظلت عنده بنية، ظلت عنده بنية. شوف المجتمع الواعي، شوف الرجل الواعي، شوف البيت الواعي. أبو الأسرة إذا يصير واعي حتى أولاده واعين. مجتمع إذا منتشر الوعي والطاقات يكون مجتمع صاحي، مو مجتمع سكران، مو مجتمع يتخبط، ما تنطلع عليه الحيل، ما يجي واحد يقشمره، ما يجي واحد يضحك عليه. ظلت عنده بنية واحدة، لزمت هي، أخذت بوصية أبوها، لزمت الطريق. إجوا جماعة من العراق قالت معاشر المسلمين إن والدي هذا صاحب رسول الله، هذا أبو ذر قد مات. جماعة من العراق، من هم؟ جماعة من العراق مالك الأشتر وجماعة، هذول الجماعة إجوا يعرفون أبو ذر ويعرفون أسرته، صاحبهم طبون طلعون من عنده بيته، يعرفون أولاده وبناته، هاي بنت أبو ذر إيش جابك؟ نفونا من المدينة، وين أبوش؟ مات أبي، تعالوا غسلوه كفنوه. قعدها، التفت لي بالله شيعي، تفتونا شباب، قعدها بحجرة بحضنة خلاها، بني وين تردين؟ أريد أخذك لأولادي. قالت لا يا عم، أريد أخذك البني عمومتك، لأولاد عمك وأهلك بني غفار ناسك وعمامك. قالت لا ما أريد، لا أريد عمامي، لا ما أريدك، لا أريد. وين تردين؟ وما أريد أروح للكوفة. إلى أين؟ قالت خذني إلى علي، إلى أبو اليتامى. هذا وعي، طفلة تشلب بعلي، أبوها متشلب بعلي، أبوها ملتج على علي، مستند واعي. شوف الوعي شلون يلعب بالمجتمعات. إذا كان عندما يجي واحد من الصحابة يعرف علي، ما الذي غيب علي عن الأمة؟ لماذا علي غاب عن الناس؟ لماذا غاب عن المجتمع؟ ليش أهل بيت الرسالة 8 أشهر 8 أشهر يوقف الرسول صلى الله عليه وآله أمام بيت فاطمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شو بطران؟ بطران الصباح غير المسلم يسأل نفسه ليش الرسول يوقف؟ شنو عنده زيارة؟ شنو عنده حالة من الفراغ؟ ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. يوقف قبال بيت فاطمة الزهراء، قبال بيت علي ابن أبي طالب، إنما يريد الله ليذهب بالصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما يروح للمحراب، ما يروح للمحراب إلا ويسلم على بيت علي ابن. ليش؟ ليش يريد يغرس في أذهان الأمة عظمة هذا البيت، طاقة هذا البيت، مركزية ومحورية هذا البيت. هذا البيت مو عادي. ولد الحسين أول ما نولد سوى له مجلس عزاء. ليش؟ غير المولود يفرحون به ويذبون واهلية ويسوون له عقيقة ويفرحون، مولود ولد ذكر حسين، ليش سووا مجلس بكاء نحيب؟ لأنه سيذبح. يريد يغرس في أذهان الأمة أنه ديروا بالكم لا تصيرون من قتلة الحسين، هذا الحسين مقتول، سوف تعتدي الأمة عليه في يوم من الأيام. حب بنحرة، حب الحسن بحلقة. والله شوف الكلام، شوف هذه تغذية علمية للمجتمع. ولذلك المجتمع يعرف من الحسن، يعرف من الحسين، يعرف من علي. لكن السلطة التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله سوت منعت التدوين، أي حديث
أي حديث يكتب يحرق. سنة وقانون منع التدوين، السلطة التي جاءت بعد رسول الله قننت قانون وسنت قانون منع التدوين. أي حديث لا يكتب ولا يروى حديث من الأحاديث. في رواية قول أن السلطة جاءت بخمسمائة حديث، خمسمائة حديث جاءوا حطوهن قدامه وحط بهن عود شخاط وحرقهن. ليش؟ حسبنا كتاب الله. شنو حسبنا؟ يعني يكفينا نكتفي بالقرآن، ما بحاجة الحديث. ليش ما بحاجة الحديث؟ لأنه فيه ذكر، فيه معلومة عن علي، فيه معلومة عن أهل البيت. بدأت حرب على الشخصيات ذات الأثر بالمجتمع. وين أكو شخصية عملاقة تفيد المجتمع وتعرف علي بن أبي طالب؟ شنوا حرب عليها، سموها حروب الردة. كظوا مالك ابن نويرة، قالوا له تعطينا الزكوات، قال والله ما أعطيكم الزكوات. ليش؟ قال لي أنه الزكاة أنا سمعت رسول الله أعطيها للسلطان الشرعي، للحاكم الشرعي الذي أمر في غدير خم. هذا واحد أعطيه. تدري ايش سووا له؟ بليلة ظلم قطعوا رأسه وخلوا حجرة تحت القدر حتى نضج عليه الطعام، وزنى بأمرأته بزوجته بنفس الليلة بهالكلام. هذا مسلم؟ هاي الحالة تكشف لك شنو من مسلم. هاي الحالة تكشف لك شلون إسلامه، شلون ديانته، شلون وضعه، شلون طريقته، كيف أن المسلمين الأوائل بعد رسول الله كيف تعاملوا مع الواقع. قال المدينة ما تفيد، مكة والمدينة، احنا حكمنا بمكة والمدينة. كان الحكم وين؟ بس بمكة والمدينة. مكة والمدينة ما تفيد، لازم شو نسوي؟ لازم نوسع النفوذ والسلطان. بدأت الفتوحات، فتوحات حرروا مصر بقيادة عمر بن العاص. من فاتح مصر؟ عمر بن العاص. تعرف عمر بن العاص؟ عمر بن العاص تعرفونه؟ عمر بن العاص الرجل الذي برز لعلي بن أبي طالب في صفين، قال يا أهل الكوفة يا أهل الفتن أضربكم ولا أرى أبا الحسن. وما أشوف علي بن أبي طالب وياكم، هو هيك يقول. برز لعلي بن أبي طالب لما شاف سيف علي بن أبي طالب، لما شاف الحملة العلوية والحملة الحيدرية، إذا بالك وياي، لما شاف الحملة العلوية سوى منو ينقذه؟ يعرف أن سيف علي بن أبي طالب حاد، سيف علي بن أبي طالب لا يخذل، سيف علي بن أبي طالب لا يرتد، سيف علي بن أبي طالب إذا وقع فلق الهامة بالتساوي. منو ينقذه؟ منو أنقذه؟ عمرو بن العاص لاذ بسوءته، لاذ بصخام وجهه، كشف عورته إلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. يعرف محتوى، يعرف محتوى علي بن أبي طالب، يعرف وضعه. ما لأمير المؤمنين بعد ما قضى، مسألة حرمة، مسألة حكم. أمير المؤمنين معصوم، والمعصوم عندنا نحن الإمامية لا يسهو، مفضلا عن الخطأ والسهو والنسيان، لا يسهو. لاذ بسوءته، مخلوع العفة والحياء، يحرر مصر، فتح مصر. الإمامية عندهم الفتوحات ليست بشرعية، الإسلام ليس بالقهر والغلبة، فتح مصر. ولذلك أيام عمر بن العاص الدين مخلوع العفة والحياء، لأنه القائد عمر بن العاص. القائد ليس بعفيف، القائد ليس بنظيف، هل ينشر الدين. صارت الفتوحات، صار مجتمع جديد، صاروا رجال دخلوا جديد، وتوسعت الرقعة، صاروا شاميين عندنا مسلمين بقيادة الحكومة والسلطان الجديد، إذا بالك وياي.
صارت رجال جديدين، شخصيات جديدة. كان رسول الله موجود ويغذيهم، لكن الآن منو يغذيهم؟ ما حد يغذيهم، اكو واحد يغذيهم. منو يغذيهم؟ تغذيهم الحكومة الجديدة، السلطنة الجديدة. هاي السلطنة الجديدة أنشأت جيل، والجيل لا يعرف علي بن أبي طالب. الجيل الجديد لا يعرف علي بن أبي طالب، الجيل الجديد لا يعرف أهل البيت. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا تسمح لي، إذا تعطيني أذنك شوية، يقول فكنا، بالك بالك، يقول فكنا نحن ممن خمل ذكره. الذكر مالنا خمل، بعد ماكو إن ذكر. يا ريت أهل الهيئات، هاي حالة 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 أنصحكم بيها أخواني، وأتمنى أن تكونوا بالمستوى اللي يحمل الفكر الحسيني والرؤية الحسينية. ساعة بالتسعة المحاضرة، كون أنت أنت وهيئتك قبل التسعة موجود. هيا إلكم هذه، حتى لا ننتقد نحن أتباع الحسين، حتى لا ننتقد نحن حملة الفكر الحسيني. المجالس جاءت للتخليد، ولكن التخليد الواعي، مو التخليد غير الواعي، الفكر الواعي. الحسينيون يحملون فكر واعي. بالله بالك وياي. يقول الإمام علي سلام الله عليه فكنا نحن ممن خمل ذكره. تفهم هاي الكلمة؟ ما يحتاج أترجم لك إياها. وخبت ناره وانقطع صوته وصيته حتى أكل الدهر علينا وشرب. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أمير المؤمنين يقول هاي الأمور اللي مرت على الدولة وعلى الناس وعلى المجتمع، هاي اللي مرت علينا، ضيعت ذكر أهل البيت، ضيعت مراسيم أهل البيت، ضيعت الفكر اللي غرس الرسول صلى الله عليه وآله في أذهان الأمة. التعريف بعلي كان هارون ولي حامل لواء النصر، ضاعت هاي كلها. فكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته حتى أكل الدهر علينا وشرب. ضاعت. إنه علي بن أبي طالب يصلي ما يعرفونه، علي بن أبي طالب حامل راية ما يعرفونه، علي بن أبي في حملة إعلانية صار إعلامية صارت ضد أهل البيت، يسب ويشتم على المنابر أمام المسلمين، والمسلمين يصيحون آمين، يشتم بالقنوت علي بن أبي طالب. وهي الحالة مو طبيعية، هاي الحالة معناها أنه هناك موجة لغسل العقول ولضياع الطاقات ولضياع الكفاءات ولقتل الطاقات الاجتماعية اللي ضحت من أجل المجتمع. طاقات والكفاءات يراد لها مجتمع واعي يحتضنها، ولا تهجر، تغادر الأفكار، تغادر الساحة الواقعية. وهذا واقع نعيشه، وعاش المسلمون الأوائل، عاش علي بن أبي طالب، عاشوا أهل البيت، أعداء أهل البيت مسحوا الذكر. ألا دفنا دفنا، يجب أن يدفن هذا الوضع، يجب أن يدفن الأوسمة التي وسمها رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب أن تغادر الفكر البشري. أنا علي هارون محمد صلى الله عليه وآله وحامل لواء النصر وولي المسلمين والمتصدق الراكع، وعلي بن أبي طالب الفاروق بين الحق والباطل وصديق هذه الأمة الأكبر وأبو النورين الحسن والحسين، وعلي حامل لواء النصر. يجب أن تمحى هذه الأمور بطريقة وأخرى وبفكر عملاق. هذا الفكر مو فكر ذكي للقضاء على فكر أهل البيت ومناقب أهل البيت والقضاء على علي بن أبي طالب وأهل بيت الرسالة، هذا فكر ذكي، مو فكر يعني جاي بالعفوية.
ضمن مخططات وضمن عقول، غسل أدمغة، غسل عقول. أصبح علي بن أبي طالب يمشي ما حد يعرفه، من يعرف علي؟ مسلمين، فتوحات ولدت شخصيات جديدة، عملت السلطة على تغيير ديموغرافي قائم على دين السلطة ومذهب السلطة وواقعية السلطة التي جاءت بعد رسول الله. عندها مذهب، عندها دين، عندها قانون، واللي ما يمشي على القانون بريئة الذمة منه. التاريخ يحكي لهاي الواقع. إذن مسألة تخليد العظماء مسألة قرآنية، ظاهرة قرآنية وظاهرة بشرية جبلت عليها الإنسانية لما شافوا أهل البيت أن هناك تغييب لذكرهم ولمسيرتهم، وجهوا الخطاب إلى شيعتهم، إلى أتباعهم، أتباعنا، شيعتنا، ناسنا. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، عن الإمام الصادق سلام الله عليه. جاء الأمر إلى الأتباع بعدة أوامر في سبيل إحياء الذكر، في سبيل إحياء الشعائر، وإحياء الشعائر نوع من تخليد العظماء، يؤجر عليه الإنسان. وإحنا عندما نحيي الشعائر ما نحييها من جيب الصفحة، وإنما على أسس شرعية وعلى قوانين قرآنية وسنة نبوية قائم عليها شريعتنا، ولكن بوعي. يصير خطأ هنا وهناك، بالك وياي رجعان، يصير خطأ هنا وهناك، لكن لا تصير باب إلى الطاغوت، ويصير باب ينفذون بيك أجندات وانت ما تدري. شنو احنا معصومين؟ خطأ صاحب منبر، وخطأ رادود، وخطأ فلان، شو المشكلة؟ خطأ صار، لينفتح باب ويصير عامل وبوق إعلامي، بوق إعلامي، بوق إعلامي على من؟ على من ولا علي بن أبي طالب؟ ليش؟ هل سقطت ذمة هذا الموالي؟ في موالي، موالي لأهل البيت عنده حرمة بالخطأ، بالخطأ. إذا أذنب الإنسان تعود عدالته بالاستغفار والتوبة. مو يستغفر ويتوب؟ هو ليش نظل مكلب بعتراء؟ ليش نظل مكلب بذيالة؟ ما يصير. في ثوابت يا عيني، في قوانين، وهي القوانين اللي يجب أن تلزم حدك بها. أما أنه تتجاوز حدودك راح تقع في آثام، وشي خلصك يوم الله؟ شي خلصك؟ هذا مؤمن، إني موال لكم، وبعد بسألكم بينكم ما بين الله، مو تزورون زيارة عاشوراء، إني موال لكم ولأوليائكم ولأشياعكم وأتباعكم. إذا أنا ما واليت أوليائكم ولا أشياعكم، انخرمت المنظومة مع المعصوم، الرابطة فيها انفكت، الرابطة مع المعصوم. لازم أنا سلم لمن سالمكم وولي لمن والاكم. تشو الموالي إلهم مشنون عليه حربة يا بي، مسلوت عليه حربة، ما يصير هذا الكلام. وهذا الأمر اللي يسبب هذه المشاكل، الجهل. عندما نرى شخصيات إلها دور في المجتمع يجب أن تخلد، يجب أن تمجد، يجب أن تذكر، يجب أن يلتف عليها ناسها، مجتمعها. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طاقات تخدم المجتمع. وهذا الفكر فكر قرآني، فكر فطري. الإحسان أسر بالنسبة للإنسان، إذا واحد يحسن إليك أسرك. ليش؟ لأن لازم ترد الإحسان إليه. هذه حالة طبيعية فطرية. المجتمعات قامت على تخليد العظماء، القرآن قام على تخليد العظماء، الأئمة خلدوا العظماء، إجت الأعداء، ألا دفنا اندفنا. حتى أغير الطاقات بطاقة موالية إلي، فلا تصير أداة، أداة. ما أعتذر للخطأ، الخطأ خطأ،
ولكن معالجة الخطأ بطريقة وأسلوب علمي واعي، مو بأسلوب غير واعي، هذا مو صحيح. صارت كربلاء، صارت عاشوراء. ليش جايب العائلة؟ ليش جايب العائلة سيدي؟ ليش؟ أدري ليش، أطفال نساء، ليش؟ ليش جايبهم؟ هاي الفكرة مال نجيب العائلة زينب وأولادها والحسين وأطفاله ونسوانه، هاي ليش جايبها؟ هاي جايبها على مود تستلم الحكم، لأن هو واحد يروح يستلم الحكم، وروح لوحدك. هاي الفكرة فكرة سماوية. ليلة الأخرى إن شاء الله نتحدث عن دور المعصوم في هذه المسائل. هاي فكرة سماوية، هاي فكر معصوم. واحد يقول ليش المعصوم هيك سوى؟ المعصوم هو أعرف بتكليفه، أنا أعلم المعصوم، أنا أشكل على المعصوم، أنا أعلم دور المعصوم، ليش هيك السيد وليش هيك جبته؟ لكن أريد أقول لك وحدة من الحكم، وحدة من الحكم مجيء العائلة، مجيء الحسين وعائلة الحسين وأبناء الحسين وأطفاله، هي لتخليد الثورة. هذول الزغار اللي شفتهم بكربلاء صغار مدرسة عملاقة، كل واحد من عندهم مو جاهل بالقضية مال كربلاء، هو يعرف بالغارة ويعرف بالاستشهاد، ويعرفون أن هناك استشهاد. مدرسهم الحسين الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول ما نزلنا منزلا إلا وذكر الحسين رأس يحيى ابن زكريا، هيك ذبح هيك ينذبح هيك يتقدم بالطشت هيك كذا، من هوان الدنيا، يقول من هوان الدنيا أن رأس يحيى ابن زكريا يقدم إلى بغي من البغايا أو إلى طاغوت. هاي كلها تدري شو هاي جايتك بس الذيل، تدري هذا الحديث جايك بس الذيل. يعني شنو بس الذيل؟ يعني أكو أحاديث، أكو منظومة أحاديث تحكي قضية كربلاء وقضية الأسرة وتدريس الأسرة وتدريس الأطفال، وأن الأطفال ليسوا أطفال عاديين، شخصيات تعرف دورها، نساء تعرف دورها، زينب تعرف دورها، لا تخلد العاشوراء ولا تخلد الثورة الحسينية إلا بهؤلاء الفئة، إلا بهؤلاء المجموعة. وهذه المجموعة بعدها يستلم الأتباع والتشيع الفكرة ويأخذون دورهم. يقول للزهراء حال ولادة الحسين، يقول هذا ابنك مقتول في زمن أنا من ما موجود وأنت ما موجودة وأبوه ما موجود وأخوه ما موجود، من يبكي عليه؟ من يعزي؟ الله سيخلق له شيعة يبكون عليه. يعني شنو يخلق عليه؟ ترى القضية مو قضية بكي يا إخواني أبائي، مو قضية بكي، يعني أكو فلسفة وراء الكلام، أكو تحليل وراء الكلام. يعني يبكون عليه، هذا البكاء ثورة، هاي المجالس ثورة، هذه إحياء لقضية الحسين، إحياء للمبادئ، إحياء للفكر العلوي، للمذهب العلوي، للدين العلوي، للخط المحمدي الأصيل. هاي مو قضية اعتبارية يعني بكوا علي وهاي محتاجين بكي، لا. من يمسك المبدأ؟ من يبلغ بالمبدأ؟ من يبلغ؟ الشيعة. هنا خلق الله له شيعة. يعني شنو شيعة؟ يعني يحملون المبدأ. الشيعة يحمل موالين، يحملون المبدأ، يحملون الفكرة، يحملون الفكر الحسيني. ولذلك أنا أقول لك ولي لمن والاكم، دير بالك من الموالين لأهل البيت، من شيعة أهل البيت، إياك دير بالك، كن على حذر، تعاملوا إياهم بحذر، لأن هذا شيعي محسوب على الحسين. لا أبرر الخطأ، خطأ له أسلوب علمي للرد، ولكن لا ينفتح باب يصير حجر، يصير باب ضعف علينا. هكذا الحسين سلام الله عليه جاب العائلة من أجل أن يخلد. وتجد في كل المسيرة، على طول المسيرة محطاتها، هناك موقف
يخلد الثورة للحسين. طبعاً مسيرة السبايا، مسيرة السبايا راحت إلى الموصل، إلى سنجار، إلى الجبال من هناك، والنوبة نزلت على دمشق. يعني مسيرة طويلة، يعني فرة طويلة. بعدين من إجوا منا بالاختصار. هاي المسيرة على طول الطريق هم يبلغون أولاد مسلم لهم دور، بنات الحسين لهم دور، زينب كان لها دور، زينب القائد، زينب مو امرأة عادية خرقاء، زينب جبل، جبل من الصبر، جبل من العطاء، جبل من الصمود. تجلى أمير المؤمنين في زينب في ميدان كربلاء، في ساحة كربلاء وما بعد كربلاء، تجلى فيها حكمة وبلاغة وشجاعة وصمودا وصبرا. امرأة عملاقة تعرف كيف تدور الأمور، دير الأمور، تعرف كيف توجه القافلة، تعرف وتتحين الفرصة وتجد الفرصة مناسبة. خطبت، تجد الفرصة مناسبة للسكوت، سكتت. زينب مبلغ، زينب قائد، زينب قطعة من الإحساس المرهف، قطعة من الحزن، قطعة من اللوعة. راحوا جابوهم، صنعوا لهم ثورة في قصر يزيد، ودوهم إلى الخربة، صنعوا في الخربة ثورة. لكن المسألة من اللي صنع الثورة في الخربة؟ صنعتها رقية. رقية طبعا مصغر للراقية. رقية واحد عنده بنين، بنوتة، فاطمة، فطومة، راقية، رقية، مصغر. رقية في خربة الشام نايمة، بالمنام شافت أبوها، فزعت مرعوبة، فزعت. كان أبوها وياها يسليها في المنام، باكية معولة. راحت شافتها زينب، طفرت عليها، قالت لها: عمة ما الذي جرى؟ قالت له، قالت لها: عمة الآن رأيت أبي، أنا هسه أبوي كان وياي، أريد أبوي. منين نجيب أبوك؟ أنا أريد أبوي. كل ما سكتوها وكلما ارتفع صوتها بالبكاء. النسوان يباوعن على زينب، ما تبكيهن ما يبكي، ما دام زينب ما تبكيهن ما يبكي، وحدة تصبر وحدة. زينب تباوع على الطفلة تبكي، الطفلة صارخة، انفجرت بالبكاء. لما انفجرت بالبكاء النسوان باوع عن زينب، بكت وهن هدن بالبكي. فجرن النسوان بالبكاء، علت صراخات، علت الصراخات. برض الخراب دارت العين تبكي، وبجت كل النزاوين. برض الخراب دارت العين تبكي، وبجت كل النساوين. تقل العقيلة ما تهدين، تقل أريد أبوي الحسين. علت الصراخات، سمع الصوت، صوت صراخات يزيد، قال: شو الخبر؟ قال له: طفلة عند الحسين استيقظت من نومها تريد أبوها. قال: هاي سهلة، يودوا لها رأس أبوها بلكة تسكت، ودوا لها رأس الحسين. حملوا الرأس بطشت. آه
قدوم من بعيد صحت هلي يا هلا هلا براسك يا العميد بويا يا هلا يا العدنا بليلة العيد يا هلا براس الجاي يا يبينا يا ويا يا هلا يا براياس الجايبين يا عين تصد لو تصد عينا يا ويا يا ابويا يا ويا يدري يا بغربتنا وسبينا وسبينا ويسمع نواعينا وبجينا يا ابويا جابوا الطشت خلوه قدام رقية رفعت المنديل احتضنت الراس قبلت الراس ما هدت الراس ظلت محتضنتها تتصور الحالة ويا مغير رسومك يا ابويا ولا عرفت ابك والله بالك ان رأس الحسين متغير رسومها والطفلة شافته مغير رسومك يا ابويا ولا عرفت ابك عين العمى ولا هيت شفت ابك تقلنا يا تقلنا من قطع راسك بسيفة ومن هشم عظامك واخذ حيفة يا بو يا با يا بو يا الجيش سلبنا على كيفة بويا ومتن بصوت عدوانك توراهم ويا سولف وياي سولف وياي اقعد يا الحنين وسولف وياي ويا احباب كنا يا احباب كنا طشرنا الوقت احباب كنا ويا اخي من الايام اخي من الايام ما خلت ولي اخي من الايام ويا عميان العيون عميان العيون من كثر البجي عميان العيون مؤمن موالي بقتها الطفلة محتضن الراس أويلي شبكت عليه ودارت الإيد ذليل ذليل أولا ويا الجيد بقت والنفس ترديد صاح العليل وصيحت بجد ماتت يا عم اخت على الوريد جاءت زينب حركتها واذا هي ميتة على الراس الزمن قلب بجمر فرقاك هدايار ترش تنفع خلايافك بعد هدايار
اش يردك بعد يا رحت من ذي يا اخويا يا اش يردك بعد يا رحت يا من ذي